السؤال، إذا كانت الأرواح الشريرة التي تدخل في الإنسان هي أرواح شياطين وليست أرواح بشر أشرار، فلماذا تأخذ أسماء أشخاص نساء ورجال؟ وهل يمكن أن يعطي الإنسان قوة كما حدث في قصة السائل الآخر؟ في مرة أحد الآباء أخرج الشيطان من واحد وسأله وقال له ليه بتقول أنا روح فلان أو روح فلان وبتقول اسم؟ قال له أنا بقول اسم الشخص اللي كنت فيه قبل كده. اسم الشخص اللي إيه؟ يعني كان في واحدة اسمها زنوبة مثلا، وبعدين خرج منها فيتكلم بيقول أنا زنوبة. بينتحل شخصيتها يعني. على فكرة الحكاية دي، نعم نعم، انا ما قلتش الشيطان راح الجحيم، انا قلت لسه بيتمشى في الارض، الدوران في الارض التمشي فيه. الكتاب قال الابرار هم اللي بتحملهم الملائكه، ففي قصه الغني والعازر قال الغني مات وخبر ولعازر حملته الملائكه، فالملائكه تحمل ارواح الابرار الى احضان ابراهيم، لكن جايز الارواح الاشرار يجذبهم الشيطان ويقول لهم تعالوا احنا صحبات من زمان.